يا شهر الرحمة والغفران، يا شهر الخير والإيمان، نصومك طاعة للديان. يا رمضان أهلا. مشاهدينا الأعزاء، أصعب الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة تلفزيون السلام، وأهلا وسهلا بكم مع مسابقة شركة ميلينيوم جروب الرمضانية. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: ما هي أول عملة إسلامية؟ مرة أخرى، ما هي أول عملة إسلامية؟ نذكر أن ميلينيوم جروب بفرعه ميلينيوم للزي الشرعي وأي أند إن للسبورتات والإليجنت. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. يا شهر الرحمة والغفران، يا شهر الخير والإيمان، نصومك طاعة للديان. يا رمضان أهلاً.